مرحبا بكم مرة أخرى في حدث هذا اليوم ونقاشنا حول هيئة الانتخابات. نسكن باش نختم بكلمة صغيرة حول الثقة في هيئة الانتخابات اليوم. الثقة المضروبة واللي تضربت معناها الثقة هذه في الهيئة بعد اللي صار من ماي اللي فات حتى لليوم بعد انتخاب الرئيس. 6 مترشحين لرئاسة الهيئة، كل واحد يرى في روحه رئيس. عندكم تخوفات تاريخ 25 مارس تروا أنه في الظرف هذا ممكن نجموا ننظموا انتخابات في 25 مارس، انتخابات بلدية؟ خالو. أكيد أنه فما يعني تخوفات، خاصة معناتها باش نبداو كيما قلت من شهر مي من تصريحات السيد شفيق صرصار اللي من بعد ما جينا عليها حتى توضيح آخر، وهو يعني قال في أكثر من مناسبة أنه ماهوش باش يكون معناتها ما ينجمش يعلن عن نتائج الانتخابات الجاية بنفس الثقة وبنفس الطمأنينة اللي يعني أعلن بها على نتائج انتخابات 2014. الصراع بين أعضاء الهيئة هذوما أعضاء مجلس الهيئة اللي اليوم راهو معناها ما فماش حتى تجانس، البارح ناس يهدوا بالاستقالة إذا تعدى أحدهم. تاريخ 25 مارس مش مرتبط كان بالهيئة، مرتبط زادا بجملة من الإجراءات اللي لازم الدولة تاخذها واللي مجلس النواب زادا يزمو يكمل مجلة الجماعات المحلية. أنا أقول إن شاء الله لأنه صبر المواطنين يعني طال ونفذ، لأنه حشنا اليوم بانتخابات بلدية. لكن مع 25 مارس احنا ما قلنا يعطيونا روزنامه وقتاش كل شيء يكون حاضر، ووقتها نتفقوا على تاريخ. ما نلونس با تاريخ كيما قلنا نتاع 17 ديسمبر وبعد نلقاو احنا ما نجموش نحترموا. معناته ما نناقشوا في التاريخ وقت اللي نكونوا صوتنا على مجله السلطه المحليه؟ لا لا لا، مش وقت اللي وقت اللي احنا طلبنا في الاجتماع وتم الاتفاق، احنا طلبنا روزنامه من هيئه مجلس هيئه المستقله العليا المستقله للانتخابات تعطينا روزنامه وقتاش تتحط المحاكم الاداريه، تعطينا تاريخ وقتاش مجله الجماعات بالتنسيق والتشاور مع المسؤولين. مرتبط بكم توم. مع المسؤولين جوست ما قلنا نحبوا روزنامه مع التنسيق مع مختلف الاطراف، مع رئيسه الحكومه، مع وزاره الشؤون المحليه، مع مجلس نواب الشعب. نعطيونا روزنامه ونتفقوا جميعا على تاريخ. ما قدمتش روزنامه لكن نتمنوا انه نقوموا بالانتخابات هذه اكيد في اقرب وقت، لانه الوضع معناها الجهه والمحليه تعطيوا انتباه في حزب مشروع تونس وفي حركه مشروع تونس بانه ماذا بكم ما تلقاش انتخابات بلديه. معناها هذا انطباع، نحكي لك على انطباع موجود على أساس أنه الوضعية الحالية هي وضعية مريحة لحزب مشروع تونس اللي هو الكتلة الثالثة في البرلمان بدون ما يعمل انتخابات. دونك كانوا ماذا بيه ما ثماش انتخابات. لا بالعكس، ثم هذا الانطباع بالعكس، لأنه كل مرة ماناش حاضرين 17 ديسمبر، ماناش حاضرين 25 مارس. البحث المتواصل عن حجاج عمرنا ما قلنا ماناش حاضرين 17 ديسمبر، قلنا من مارس 2017 وقت تم اقتراح تاريخ 17 ديسمبر قلنا هذا التاريخ غير ملائم واعطينا يعني سلسلة من الأسباب. احنا حاضرين، والدليل على ذلك أنه الهيكلة نتاع حركة مشروع تونس على المستوى المحلي على المستوى المحلي خدمناها على أساس الانتخابات البلدية، واليوم سيزيد حركة مشروع تونس عندها 282 مكتب محلي، اجتمعت السبت والأحد الفارط بأكثر من 300 كاتب عام جهوي ومحلي، يعني كل واحد فيهم عنده 15 عضو في المكتب نتاعهم، يعني حوالي 5000 شخص. ليه ما نحبوش احنا ما نحبوش نعملوا انتخابات بلدية سورية وقت الدولة ماهيش حاضرة؟ إذا ما عندناش محاكم إدارية باش تنظر هناك تعهد بتركيزها يا خولة، هناك تعهد بتركيزها من حبذا. شكون قال؟ معناها شكون قال؟ قلنا أعتن طلبنا من الهيئة تعطينا روزنامة واضحة فقط، واضح. هذا هو الطلب اللي تقدمنا به للهيئة. الانتخابات البلدية 25 مارس، الهيئة هذه تنجم تنظمها؟ والله أنا حسب ما سمعت معناتها من اللي تقال وتهديد بالاستقالات شوية تخوف شوية المستقبل، والجو اللي بشي يصير بعد انتخاب الرئيس هذي الجديد للهيئة، هذا تخوف متاعي أنا. وماذا بيا كان تصير يعني تركيز نتاع الاعضاء هذوما الجدد والرئيس وما تصيرش مشكل. الاهميه توا ان ننجحوا في النجاح معناتها في اداره الهيئه، هذه اهم حاجه بالنسبه لي. وكان يوصلوا يتفاهموا مع بعضهم ويخدموا بعضهم سي ديجا ان با، خاطر هيئه عندكم زاد مسؤوليه كاطراف سياسيه، ولو انتم توا ما كنتمش طرف حزبي، لكن كان زاد الاطراف الحزبيه الفاعله وحتى اللي في المعارضه يتنقصوا عليهم شويه الضغط. خاطر شنو اللي وقعه؟ وقع انه اللي وقع في الهيئه مسؤوليه جزئيه مسؤوليتهم انتم مسؤوليه المجلس، وقت اللي طال في الاماد وطال في كذا واصبح معناها نعملوا قرعه ما نعملوش قرعه. دونك بطبيعه الحال 9 من الناس او 6 من الناس في الوقت هذاك يكونوا ضعاف امام قوه معناها وراها معناها زيد حاجه اخرى لسؤال، زيد حاجه اخرى لسؤال، هي الهيئه زيد حاجه اخرى لسؤالك. اخي قالت ليلى ان شاء الله يتفاهموا كذا على ملك خاص الهيئه،
والله نحن ما تفهمناش وكذا، ولا راهو هذاك جاي من غادي وهذاك طولنا شويه وصارت عارك وكنا نحبوا نترشحوا مع شنو. اليوم فما انتخاب رئيس، الهيئه ماهيش ملك خاص، ماهيش دار حتى حد، الهيئه بتاع توانسه الكل مطالبين باش يخدموا بعضهم، فماش حتى حد مفرض على حتى حد انه يجي باش يمشي يترشح ويدي القسم. اللي ادى القسم باش يقوم بمهمه معينه في اي مكان من الامكنه ما يلزمه يمتنع كان في ظل قوة قاهرة، لكن هنا ما ثماش قوة قاهرة. الحل حسبنا أبو بكر أنه الهيئة تعمل جلسة وإلا اثنين علانية لأشغالها، طيب تبين للناس وللسياسيين وللتوانسة الكل أنه الهيئة هذه على قد المسؤولية وعلى قد القسم اللي قالوا سيزيان. فكرة جيدة. نعم، وهذا هذا متاح، وأنا أدعوهم من هذا المنبر أنهم يعملوا جلسة علنية واحدة وإلا اثنين، ثم الهيئة رو مش الستة مش التسعة ورئيسهم، الهيئة ثم هيئة فرعية، ثم إدارات كبيرة، ثم ناس جديين ويحبوا يركزوا السلطة المحلية. لكن نحب نقول حويجة. ما يخوفكش اللي صاير في وسط الهيئة؟ واش خوفني أنا وأنا وخوفني وتعبت روا، ماهيش سهلة، ماهيش هين عليا المسألة الكل، من قانون المصالحة الآن. أنه الحكاية الكل عند بعض السياسيين من حقهم على كل هما، أنه الحكاية الكل في بكاتش سياسي كامل، يعني أنا اليوم قدرت أني نعدي أعضاء ب 145 وجيت عملت بلوكاج في الرئيس، لأنه الأوضاع تاع البلاد فيها برشا حاجات، فيها ميزانية، شكون تتم في حركة النهضة؟ لا لا مش حركة النهضة، لا لا مش حركة النهضة، موقفها واضح، موقفها واضح. في نيدا تونس؟ لا لا مش تهم في نيدا تونس، كيف كيف؟ كان تهم في مزوز راكم؟ لا لا انتخبتوه من مرة أولى؟ لا لا ما هو هذا هو، ثم مشكلة حتى في نيدا تونس اليوم، ثم مشكلة في السادة النواب تاع نيدا تونس وتاع برشا، بالرغم أنا ديما نقول وقلت حتى في وسائل الإعلام، قلت راهو انتخاب رئيس هيئة ولا أعضاء هيئة راهي ماهيش النهضة والنداء وإلا المشروع، راهي هذه مسؤولية وطنية، يا هل ترى نحن نحبوا ثم هيئة؟ اي في الاخر انتخبتوه انتم، في الاخر الرئيس انتخبتوه انتم، جاب ربي. وانا نحب نقول لك سي ابو بكر انه حتى كلمه رئيس الحركه وقت قال غدوه باش تفضل مشكله، ثم ناس عملوا بلوكاج على الكلمه هذيك اللي قالها رئيس الحركه، بالعكس انا ثمتها الكلمه هذيك وقت يقول ثم رئيس حركه مسؤول يقول انه ادعو رئيس ادعو المجلس انه غدوه هالمشكله هذه تاع الرئاسه يفضها باش نجموا نقدموا قدام باش نجموا نعملوا انتخابات محليه، هذه في الاصل ثمنوها مش نعملوا عليها بلوكاج. تغشوا بصفه عامه وقت اللي مثلا السلطه التنفيذيه لا لا احكي لك المجلس كسلطه تنفيذيه او سلطه قضائيه تتكلم وتقول تعطي مثلا طلب من المجلس، تقول المجلس سلطه اصليه، وهذا فعلا ما تراش انه سد النواب زملائكم عندهم الحق وقت اللي مسؤول سياسي من خارج المجلس في اجتماع خارج المجلس يقرر ويقول غدوه ان شاء الله باش تفضل. هو المسؤول السياسي عنده 68 نائب في إيه كيما سي محسن ينجم زاده هو يعطي اميسار، علاش تغشوا دوما عنده كتله كيما يتكلم لا ما تغشش لا لا والله لا بالعكس كل شيء. لو كان سي محسن طلع للواحد وقال تتحمل مسؤوليه المجلس في انتخاب رئيس ونحن رانا مع انتخابات بلديه، انا نثمن من هنا نقول يعطي الصحه سي محسن، بالعكس ما عنديش دونك نهضوا اذا كانوا متعاركين. لا ما كناش متعاركين، لا مش متعاركين، ولا كنتوا لا مش متعاركين، ثم خصوصيه داخل نيدا تونس هكا ترى اليوم ثم يا اخي انس ولا غيرها كي خرجوا تو دانكو ما خرجوش من الحزب لكن خرجوا في الجبهه، راهي هذه ثم اخلال يعني داخل ثم نحن بارك الله فيك على بارك الله فيك على التمهيد يمين الزغليمي. حرب بين قرطاج والقصبة حول الحرب على الفساد، عنوان الشارع المغاربي نهار الاثنين. هل تعيش حكومة الوحدة الوطنية لحظاتها الأخيرة؟ عنوان في المغرب اليوم زياد كريشان. أيضا عنوان في جريدة الصباح اليوم يقول دربي برلماني بين الجبهة التقدمية والترويكا الجديدة، تنافس حول الشاهد 2019 أصل الخلاف. معركة داخل البرلمان في أصلها داخل تظهر داخل البرلمان، ولكن المعركة يبدو أنها أكبر من البرلمان. يوسف شاهدوين، حكومة يوسف شاهدوين في وسط هذا، هل مازال نحكي ولا حكومة وحدة وطنية؟ ليلى أنت عضو الكتلة الوطنية ولكن ماكش عضو الجبهة البرلمانية التي أعلن عنها اليوم، لأنه عندك شكوك. ما هي شكوكك؟ بعد لحظات بعد هذا التقرير نرجع معكم للنقاش.
تقلبات سياسية كبيرة عاشتها تونس خلال الشهر الجاري. صراع سياسي داخل الأحزاب الموقع على وثيقة قرطاج ترتب عليه مغادرة الحزب الجمهوري لاتفاق الوحدة الوطنية وتذمر أحزاب أخرى، مما يوصفوه بتفرد النهضة والنداء بتسيير دولي بالحكم دون الرجوع لشركائهم الآخرين. وفي ظل الأزمة السياسية داخل الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، سارعت الكتل النيابية للأحزاب المحترزة من القرارات الأحادية بين النهضة والنداء بتكوين جبهة برلمانية تضم أكثر من 40 نائب. قالوا مؤسسيها انها باش ترجع الحزام السياسي اللي فقدته حكومه الشاهد، لكن الجبهه هذه تثبت في تصدع كتله نداء تونس في البرلمان. اللي حاب يعمل شكل جديد داخل البرلمان يكون كتله على روحه. احنا كان موقفنا واضح منذ البدايه، اللي باش يمشي للجبهه البرلمانيه هذه يعتبر روحه خرج من الكتله النيابيه لحركه نداء تونس. النهضه والنداء ردوا على الجبهه الجديده بتشكيل جبهه ثلاثيه اعادت الاتحاد الوطني الحر لاتفاق قرطاج، وهي عوده تلقى اليوم رفض كبير من بقيه الاطراف الموقعه على وثيقه قرطاج، وهذا الكل زاد من تعكر الأجواء داخل الحزام السياسي الحكم تشاهد. مش كما تخرج كما تدخل، هناك موقعين أخرين في وثيقة كارتاج اللي عندهم رأي في الموضوع، ومش هكي تتم الأمور، وهذا من الأسباب اللي خلقت مع مشاكل، وهذا من اللي نقولوا فيه نحن في أفاق كون زوز أحزاب تقرروا البقية تبعوا. إذا كان هذا هو خلي سوق البلاد هما معناته فقط. ومع تواصل أزمة الإثيرة في الحاكم انطلق النقاش البرلماني حول ميزانية الدولة وسط موجة من الانتقادات لمشروع قانون المالية 2018 اللي جيم المعارضة والإئتلاف الحاكم وحتى من نداء تونس، الحزب اللي ينحدر منه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهذا ما تعتبره الحكومة محاولات الإضعافها. قانون المالية حسان ترودة بالنسبة للكثير من الحوارات اللي سمعت فيها، المهم مش قانون المالية، المهم كيفاش نضعفوا ونضربوا الحكومة هذية قانون المالية. اليوم أزمة 3000 الحاكم في تفاقم بارتفاع وتيرة الخلافات السياسية بين شركاء اتفاق قرطاج، فهل هي بداية النهاية لحكومة الشاهد، وهل ذهبت وثيقة قرطاج أدرج الرياح؟ ليلى أولاد علي، أنت نائبة بالكتلة الوطنية، خمسة من الكتلة موجودين في الجبهة البرلمانية اللي تم الإعلان عليها اليوم، وإلى حد الآن ما نعرفوش العدد النهائي متاع ولا العدد على الأقل متاع الناس المنضوين في هالجبهة البرلمانية هذه، خلاف اللزوم، لكن موقعكم الطبيعي هو في هذه الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية، موقعكم الطبيعي. انتم خرجتوا من نداء تونس، انتم اليوم في مساندة الحكومة، تقولوا انتم نحن في مساندة الدولة، لقاكم اليوم انت مثلا خمسه من زملائك موجودين، انت مش موجوده في الجبهه هذه، علاش؟ انا اولا كما تعرف ابو بكر، انا كي استقلت وجيتك هات الموزايك قلت لك راني انا تقلقت برشا من التجاذبات اللي صارت في نداء تونس، هذه سبب من الاسباب. وكي خرجت دخلت في كتله معناتها اللي هي مستقله، وماذا بيا الحقيقه تعرف الرجل والمراه السياسيه معناتها الاشاك في جره اشاك خايب برشا لصورته، معناتها انا ماذا بيا من نعيشش معناتها يعني تجربه فاشله اخرى. يرد بالي معناتها نشوف من شنو من حبش تجربه فاشله كما قلت لك ندخل في من شنو خايفه. لو انا خرجت من نداء تونس وبعد باش ندخل في هاو شنو اللي خايف؟ اولا احنا من الاول كنا حكينا فيه راهو الموضوع هذايا من قبل مع افاق تونس، هو كان اول حزب كان يحكي بحكايه التنسيق والجبهه، وانا من بين النواب اللي كنت رافضه جبهه كلمه جبهه. انا بالنسبه لي شنو هالجروب هذايا نتاع ديبوتي، يا اما يتلموا للعمل التقني معناتها تنسيق لي في مستوى التشريع، والا ثم مشروع سياسي. انت ضد انه يكون فما مشروع سياسي؟ مانيش ضد كوسوسوا كلاخ، باش تولي يلزم الامور تبدا واضحه. انا اللي ريتو في الجبهه هذيه الاهداف السياسيه وماهيش هي بنفسها وماهيش واضحه. تعمل لصالح طرف معين؟ ما تفهمهاش، ثم برشا اطراف وكل واحد عنده اهدافه السياسيه، معناش هدف، ما فيهاش هدف سياسي واحد، دونك انا قلقني هذا، الامور مش واضحه بالنسبه لي، وفي نفس الوقت ماهيش زاده جبهه باش تعمل في الميدان التقني متى بالتنسيق واحسن نجاعه في العمل البرلماني. الجبهه هذه شنو رايك فيها؟ ربي يعاونهم.
فقط التسمية فقط التسمية ربي يعاونهم وكيف ربي يعاون الجميع فقط التسمية تقدمية وسطية. أنا نعتبر روحي مثلا شخصيا تقدمية وسطية ديمقراطية التحق بالزمن تعتبرها تقدمية في حزبي يمين مواقف مختلفة عن زميلتها معناها مش تقدمية معناها عدة موقف تقدمية ليه توصيف كده معناها أنا باش نعرفها نعرفها في تقدمية المواقف كانت تاخذها وكنا يعني كانوا عندنا مواقف جناح اليساري في حركة نظام خاصة في قضايا المرأة خاصة يمين مدافعة شرسة مدافعة شرسة عليها مساحتي واسعة في الحزب أي باهي الجبهة هذه وتكونت وتكونت ضدها جبهة أخرى بلا تكونت ضدها جبهة أخرى أو تنسيقية أخرى بين الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس وحركة النهضة هي للرد وأنا نعرف مليها أنه اليوم جاء الدور على حركة النهضة لحماية نداء تونس وهذا كلام يقال النهضة كما حميناكم بالأمس وقت اللي كان الضرب فيكم وجبناكم في الحكومة وقدمنا لكم الحماية من تغيرات إقليمية اليوم دوركم باش تحميونا لعل هذا باش يكون موضوع المكتب التنفيذي اللي بعد شوية يعني هما بداوا سي جعفر أنا لا مش هذا باش نعمل والله سي زياد لكن هذا فيه كلامنا الكل في المكتب التنفيذي وفي المكتب السياسي في كل مؤسسات الحركة ها نقول لك شنو موجود في مؤسسات الحركة حركة النهضة تحب تحمي التوافق وتأسس التوافق تنجم تحمي التوافق مع أفاق تونس اي مع أفاق تونس ومع الحزب مع المشروع ومع المسار ومع الجمهوري علاش نحن ثمنا حكومة الوحدة الوطنية وقلنا هالتوافق هذا قاعد يتسع دليل تسمحني هذا هو يمين الزغليم يمين الزغليم حدثني بلي. لكن خلينا نحكي لك على الجبهة أنا مع كلام زميلتي نحترمها ونحترم موقفها لكن فعلا هذا هو تخوفكم ان تكون جبهه سياسيه علاش خايفين ما نخافوش علاش خايفه ربي يعاونهم عبرتوا على مخاوف اذا هي في اطار الديمقراطيه علاش هذوما هم حابوا ينقلبوا على نتائج الصندوق ولا قالك خليهم نغيروا المشهد في كارتاج وفي القصبه بحاجات غير ديمقراطيه لا هم في اطار ديمقراطي في اطار ديمقراطي وممكن تكون عندهم اهداف سياسيه وربي يعاونهم لكن ايش انت تخدم على روحك انت كنهضه اليوم وكان يدين مشتوا في التوافق واليوم دخول الاتحاد الوطني الحر لكن انا فقط يكون حضور سي محسن دانيالمو في قناه خاصه هو اللي خلى بعض الاخيان الزملاء اللي كانوا ناويين باش يدخلوا في جبهه باش يعزوها وكانت نيتهم فعلا ما نحبش ندخل في النوايه لا كانوا مقتنعين انه لابد من التنسيق على المستوى التقني والقوانين اللي هي جبهه لصالح محسن مرزوق اي نعم ما نعرفش ما نحبش انا كل حاجه لكن خروجه ووضح هذا اللي كان في نفس البلاتو هذا ووضح انه امر يعني برلماني يخص البرلمانيين وما عندوش فيه حتى دخل وهذا هو الهدف انه ما حابينش يكون سياسي حابين يكون تحت قبه البرلمان لانه احنا نعمل في تحالفات وفي جبهات سياسيه خارج البرلمان يعني لكل مقال مقام وباش نهني معناها ليلى ولا باش لانه الجبهه تقعد مفتوحه للجميع غدوه مثلا اول اجتماع لاعضاء او للنواب اللي ينتميوا للجبهه هذه لنقاش قانون الماليه وتوحيد الموقف منه معناها باش يبدا غدوه او اول امتحان نجمو نعتبروه هذه حاجه ايجابيه ممكن من بعد تشجع النواب الاخرين وقت اللي يشوفوا اللي فما عمل تقني غدوه باش يكون يعني اول اجتماع لاعضاء الجبهه في لجنه الماليه شكرا جزيلا خوله عائشه شكرا لك ليلى ودعلي شكرا ليك من الزغلي شكرا زياد كلشان بارك الله فيك شوف قدوة شكرا قدوة تقاو شاكر في حدث هذا اليوم على قناة التاسعة بعد شوية تقاو أمين في برنامج ليميسيون التاسعة متاع الليل إلى اللقاء We'll be right back.